بتبدأ حكايتنا إننا بنشوف شاب ماشي وهو مش مركز في طريقه وخلاص هيقع من على السن، وبنلاقي إنه في بنت كيوت بتنقذه بإنها بتشده بشمسيتها، ولولاها كانت هتبقى الوقعة جامدة جدا وخطر على حياته، وهو بيقول لها الكلام ده وبيشكرها قوي. كمان بنلاقيها بتديله وجبة الفطار بتاعتها وبتقوله أنت محتاج لها وأكيد أنت نزلت من غير ما تفطر، وبتبص في ساعتها لأنها اتأخرت على مدرستها، وبعدها بتجري بسرعة جدا وهو بيبص عليها وقد إيه هي كيوت قوي، وبعدها بيروح شغله وبتكون معاه الوجبة بتاعتها وبيفتحها ويبص لها بروقان، وهو بيفتكر البنوتة الملاك اللي ظهرت له فجأة وأنقذته وادته وجبتها كمان. لما ريو بيروح لبيته أخته بتقابله وبتقوله أنا صاحبتي موجودة معايا، ولما بيبص على صاحبتها بيشوف البنت اللي قابلها الصبح وهي اتشيكا، وهما الاتنين في نفس الوقت بيقولوا لبعض أنا شفتك الصبح، وبيقول لها أنتي أنقذتي حياتي. ولما أخته بتسيبهم وتخرج عشان تعمل مكالمة بيبدأ يكلمها ويسألها تطلبي ايه، اشتري لك فساتين ولا احذية ولا عايزة حاجة تاني، وبعدها بيبدأ يتنحنح وفرحان بوسامته قوي وبيحسسها كده انه عايز يخرج معاها، ما هو عنده تجارب كتيرة، ورد فعلها الجامد بيرجعه لعقله لما بتقوله ده انت غريب قوي، والكلمة بتفضل تتكرر وتتكرر قدامه كأنها ملت الكون كله، وبيعرف انها مش مستنية منه اي حاجة. صاحبنا الوسيم بيتأثر قوي وكأن إحساسه بيها بيخبط فيها، وبتلاقيها في اللحظة دي بينزل على ركبته قدامها بمنظر عاطفي خالص وبيقول لها انت قدري ومش هسيبك مهما حصل، وهي متلخبطة وشايفة أوفر قوي. ولما أخته بترجع بتلاقي قدامها منظر كوميدي ورومانسي في نفس الوقت. في يوم جديد وإتشيكا بتروح لبيتها ومامتها بتقابلها وفي إيديها وردة حمراء، والمفاجأة إن دي وردة ريو وبعتها لها، ومامتها مقابلة الموضوع بابتسامة. ونفس الحكاية لما بتفتح نفس الموضوع في المدرسة مع صاحبتها وأخته ونازلة ضحك لما بتقول لها ليه اديتي له عنواني، ومش بس كده ده كل يوم بيبعت لي هدية شكل، هو متعود يعمل كده مع كل واحدة عايز يخرج معاها. وأخته بترد عليها إنه أخويا ما بيطلبش أبدا من أي واحدة إنه يخرج معاها، وبعدها بتقول لها هو أنت ليه ما تخرجيش معاه، فبتخلي إتشيكا تتجنن عليها، والأخت اتحولت فجأة لخطبة وبتدور له على عروسة وبتقول لها كل مميزاته، أمور وذكي وغني كمان ويعني أخلاقه ممكن تصلحيها، وبعدها بتعمل عليها حركة كده وبتقول لها أنا عارفاه لو ما اتصلتيش بيه هيفضل يبعتلك الهدايا، وبتديها رقم تليفونه. بنشوف ريو وهو في شغله وفيه بنتين ماشيين وراه وبيستغربوا من وسامته، لكن الواد التقيل بيمشي ولا بيعبرهم لحد ما بتجيله مكالمة إتشيكا واللي بيفرح بيها قوي، وهي كل همها تبعد تفكيره عن اللي في دماغه من ناحيتها، وكل ما تبدأ معاه كلمة ما تعرفش تكملها تقول له أنا مش عايزة الورد اللي أنت بتبعته، يقول لها ليه هو أنت بتكره الورد ولا يمكن عايزه تغير اللون الاحمر، بس احنا بنشوف قدامنا وردته وجنبها كل هدايا ليها ومش شكلها كده متضايقه منه، بس اكيد قلقانه من حكايه انه له تجارب كتيره. وبعدها هو بيسالها هو انا بضايقك، وهي بتشحن كل جرأتها علشان تقول له ايوه وبتتاسف له علشان تقفل الحكايه من اولها، فبتلاقيه بيقول لها بس انا مش هوقف ومش هسيبك مهما حصل حتى لو كانت في حاجات هتضايقك، وعلى فكره زعقيلي واشتميلي مش هزعل، والبنت مستغربه وعلى وشها كل علامات الاستفهام من جرأته اللي ما شافتهاش قبل كده أبدا، وحتى لما بتزعقله بينبسط من كلامها ده، ومش بس كده ده بيقول لها زعقيلي أكتر. وفي آخر المكالمة إتشيكا بيكون شكلها كأنها خارجة من خناقة مش من مكالمة تليفون عاطفية أبدا. النهاردة يوم الأجازة وإتشيكا نازلة تشتري حاجات من السوبر ماركت لمامتها، وبالصدفة المدبرة بتقابل ريو وبتمشي قدامه ساكتة، والغريب إن هو اللي بيقول لها يعني مش بتشتميني ولا حاجة زي عادتك، وهي بتقول له ده انت غريب قوي، وهي كل همها في العرض اللي في المحل وكل واحد له طلب واحد في العرض، وبعد شوية تردد منها بتطلب منه ان هو يساعدها، وهو ما بيصدق انه ينفذ لها طلبها، وبيفرح قوي انهم خارجين للتسوق زي اي اتنين متجوزين، ومتأثر على الاخر. وكل ما بيمشوا في حتة بتلاقى عارف كل حاجة عنها، نوع الشوكولاتة اللي هي بتحبه وعارف انها بتحب القطط، وحتى نوع الشامبو اللي بتفضله وده ايه مركز معاها قوي. وبعدها بتقابلهم البياع الرغاية وبتحسدها على حبيبها الوسيم، واكيد بيفرح بنفسه، وبعدها بتلقاه عايز ياخد المسوكه اللي هي استعملتها وبتستغربه. وبعد ما بيخلصوا بيفضل ريو ماسك لها شنطه المشتريات، وطبعا فرق الطول واضح ومساعده، وهي بتقول له خلاص شيلهم واكيد دي خطه منك وانت عندك خبره، وقصدها واضح له، وبيدافع عن نفسه ان هو دلوقتي معجب بيها هي وبس، وفرحان قوي ان كل اللي يشوفهم يعتبرهم مرتبطين ببعض وثنائي لطيف. ودلوقتي قدامنا ريو بيروح مبسوط قوي وبيكلم
بيكلم أخته عن خروجته مع إتشيكا وإنها كانت أهم عنده من مشواره اللي مرحوش. وقدامنا برضو إتشيكا بتقابل مامتها، وظهر تريو الجديدة ليها النهاردة هي الأورنفل، ومامتها بتوصفه بأنه رومانسي وكمان لماح لأنه بيبعت لها كل يوم زهرة واحدة، وده معنى اسم إتشيكا. وهي مستغربة قوي إزاي بيعرف كل الحاجات دي عنها وليه مامتها مبسوطة منه بالشكل ده. في يوم تاني بتكون إتشيكا قاعدة في الكافيه بلبس المدرسة ومعها أدوات المذاكرة، وبتتفاجئ بريو جاي ومعاه فنجان قهوته اللي بيحطه ويقعد على الكرسي اللي قدامها. وهي بتكون قاعدة منتظرة صاحبتها واللي من بعيد بتديله فرصته وبتطلع من المكان، وهو بيلاحظ انها بتذاكر وعندها امتحان وفيه مسألة واقفة معاها، وهو بيحل المسألة اللي هي محتارة فيها في ثواني. ولما بتقول له واضح انك ذكي بيفرح قوي وبيقول لها انا فعلا ذكي في كل حاجة ما عدا الرسم، وبتشجعه برقة في انه ممكن يرسم صورة ليها. وهو بيتحول فجأة وبيكلمها بلهجة درامية قوي بانه ما ينفعش يرسم ملاك زيها وإلا هيكون حرام عليه. وفي وسط كلامهم ده بتدخل المكان واحدة شكلها ولبسها ومكياجها الأوفر كله أغرب من بعضه، وراحت تسلم على ريو وبتقوله إنها معرفة قديمة، وعمالة تبص على إتشيكا بصات زي الرصاص وبتكرهها في ريو. دي بتقول لها عليه إنه أسوأ واحد وعامل نفسه كويس قدامك وبس. وبيتفاجئ ريو إن إتشيكا الكيوت بتتكلم بجرأة وطلاقة، وبتقول لها هو بيعاملني بطريقة لطيفة وأنا صاحبة أخته مش أكتر من كده، وبتاخد بعضها وتمشي. أما ريو فبيطلع غيظه في العقربة اللي قدامه وبيمسح لها وشها، فالمكياج بيتلخبط على بعضه وبتبقى من غير معالم خالص، وريو بيتحول وكأنه مولع نار وبيستحلف لها ترجع تاني، وبيخرج جري ورا إتشيكا اللي بنشوفها ماشية لوحدها ومتأثرة قوي من اللي حصل. وريو بيحصلها وبيصالحها وبيقول لها على فكرة كلامك كان لطيف وفرحني قوي، وبيبص لها وهي بتحس انه بيحاول يقرأ افكارها وهيعرف انها هي كمان مرتاحة له وانها بقت لطيفة فجأة. واخته لما بترجع واقفة قدامهم بتقول هما الاتنين دول ايه اللي حصل لهم، والظاهر كده ان احنا قدام بداية قصة حب. بنشوف ريو وهو راجع من شغله، واول ما بيدخل شقته بيلاقي في وشه إتشيكا دي كمان بمريله المطبخ، وهو مش مصدق عينيه ايه اللي جابها عندهم في الشقه، وبيقول لها ايه هو احنا اتجوزنا وانا ناسي ولا ايه. وبعدها بيعرفوه انه كل ما فيها انهم بيجهزوا المهرجان المدرسه في مطبخهم، وإتشيكا ومعها اخته وصاحبتهم، واخته بتاخدهم علشان يستنوا في اوضتها، والبنات هاتك يا راغي، وبيقولوا لها ده اخوكي امور قوي ومش مصدقين عينيهم من وسامته، وبيقول ان البدله هتاكل منه حته ومفيش نسبه بينه وبين شويه العيال اللي معانا في المدرسه، تحسه كده تقيل ومتأني في نفسه. وهو في كل ده بيتصنت عليهم علشان يسمع راي إتشيكا فيه، فبيلبس بدلته بسرعه وبيدخل يقدم لهم اللاتيه، وكل واحده بتلاقي رسمه كيوت على وش الفنجان بتاعها، وهم مش ماسكين نفسهم خالص وبيقولوا ده مش بس امور ده رايق كمان، يا ابني حرام عليك البنات بتنهار. اما إتشيكا فبتلاقي كلمه إتشيكا وبحبك على وش الفنجان بتاعها، وبتقعد تقلب في الفنجان بسرعة قوي قبل ما صاحبتها يشوفوه، بس بتزودها في سرعة التقليب من كتر كسوفها. وبعد ما الموقف بيخلص اخته بتشده علشان يساعدها بغسل الاطباق، وبتقول له على الماشي اوعى تزعل صاحبتي مش يعني عشان انت اخويا، وهو بيوعدها بكده. دلوقتي ريو بيقابل صاحبه مسودة واللي بيقول له كده برضو بدأت تشرب من غيري، فبيقول له مش انت اللي اتأخرت، وبيعزم عليه بسجارة، وريو بيقول له لا انا بطلت السجاير، وبالنسبة للكاس اللي في ايدك ده عادي. الخلاصة بقى بيقول له لأنه في دلوقتي إنسانة غالية عليا، فبيقول له أصحيح هو أنت مصاحب بنت في ثانوي، وريو بيقول له لا لو سمحت صلح معلوماتك أنا معجب بيها. وبنلاقي مسودة فجأة بيتجنن وبيقول له ده أنت يا ابني مقضيها ومش مصدق أبدا إنه صاحبه يبقى معجب بواحدة، وبيقول له لا بقى ده أنت تحكي لي حكايتك من أولها لآخرها. وريو بيقول له إنها أنقذت حياتي وادتني وجبتها من غير ما تعرفني، ولما حاولت معاها كانت جامدة معايا قوي ورجعتني لعقلي وغيرتني فعلا وانا فعلا بحبها. ومسودة متأثر من كلامه قوي وبيقول له ده انا عارفك من اعدادي وما افتكرش مرة كنت بتعامل اي بنت كده، طيب بتحاول تتقرب منها
ازاي، فبيعرفه حكاية الورود والهدايا اللي بيبعتها لها كل يوم، وبيقوله ان ردة فعلها الجامدة هي احلى حاجة في الموضوع، وكلامه ده بيحمس صاحبه قوي انه يسمع صوتها. ومسودة بتجيله فكرة انهم يتصلوا بإتشيكا، وبيقعد يلح على ريو وبيقوله انا صاحبك وهوصيها عليه، وبيتشجعه بعد ما بيكونوا شربوا ومهيسين شويتين، فبيتصلوا بإتشيكا واللي بتهزقه بكلمتين وبتقفل السكة وبترجع تنام تاني. والله عندها حق، ما عندها مدرسة الصبح، اما هما في عالم فاضية. اما ريو فبيقوله هي دي ردة فعل إتشيكا، ومبسوط ومش مستغرب ابدا. النهاردة يوم جديد، يوم مهرجان المدرسة، وإتشيكا وصاحبتها عاملين الركن الياباني في المهرجان، وبتستقبلهم بزي اليوكاتا. واليوم سودا بيتكلموا مع إتشيكا وطبعا صاحبتها حواليها، اما هو واخد راحته على الاخر ولسه هيقول على حكاية حبه ليها، فبتسد بقه بالكيك اللي بتقدمه له. والغريبة ان ريو شغال اكل في الكيك اللي في بقه ومبسوط على الاخر، وبيقول ده حلو قوي ودي بتأكلني في بقي. وبعد كده بتنضم لهم اخت ريو، واللي مسودة بيقعد يفكرها بنفسه، اما هو ففاكرها كويس قوي. ولانها مشغولة بتطلب من إتشيكا وبتقول لها لو سمحت فرجي اخويا على المهرجان، اما مسودة فبيقعد علشان مسابقة الاكل، واللي بعد كل حماسه ليها بيفشل فيها قوي، الظاهر انه مش اكل خالص. ودلوقتي بنشوف إتشيكا بتتمشى هي وريو في كل حتة في المهرجان، لحد ما بيوصلوا للعبة الحظ وبيدخلوا يجربوا حظهم. وريو بيبدأ وبيجيب الكرة في الجنب وبيقول لإتشيكا انها تجرب، وهي بتقوله انا مش شاطرة في رمي الكور. وبعدها بنلاقي الكرة من ايديها لراس الواد اللي واقف، وبتترد وبتيجي في نص القايمة وبتاخد الجايزة الكاملة. وريو عمال يضحك ومش قادر يمسك نفسه من اللقطة اللي حصلت، اما هي فنزل اعتذار للواد اللي دماغه اتفتحت بسببها وصعبان عليها قوي. بس بعدها بنلاقي قسام المشتروات اللي كسبتها في ايديها، وبتقول لريو كفاياك ضحك بقى ويلا بينا ناكل، على الاقل نستفاد بالقسايم اللي معانا. وبتسبقه بسرعه وبتطلع السلالم وبتزحلق، ولسه هتقع بتلاقي ريو بيلحقها وبسرعه بيمسكها، فبيقرب منها اكتر وعينيه بتيجي في عينيها، وردت فعلها المره دي بتكون معلمه في وشه ضربه وباينه قوي، وهو ولا حاسس باي حاجه ومستمر في كلامه وانه لسه مبسوط، وبيقول لها انا مبسوط لان المره دي انا اللي انقذتك. اما إتشيكا فاكيد بتتاثر من كلامه، ولما بيحس انها جعانه بيقول لها استني لاني خايف ان حركتك في اليوكاتا ممكن توقعك تاني، وبيسالها عايزه تاكلي ايه وانا هروح اجيبه وارجع. وبيلاقوا فصل فاضي فبيقول لها استنيني لحد ما ارجع لك. واول ما ريو بيمشي وبيسيبها بتقعد هي مع نفسها وبتفتكر كل اللقطات اللي عدت عليها، وبتستغرب نفسها انها رغم ردة فعلها كانت جامده مع ريو، لكن من جواها كانت حاسه بسعاده. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تعملوا اعجاب وقولوا لي رايكم في التعليقات. باي باي.